تتوقع عيد؟ لا انا اتوقع شوف الباطن اوكي وطبعا الحزم يعني المفروض لا يحتاج معجزه يعني انه يحقق كل النقاط او انه البقيه يتعثرون في كل مبارياتهم يعني مساله صعبه ومعجزه حقيقه والتعاون بسبب قلت لك قراره اوكي يعني انت متفق معاه في الحزم والباطن وانت بدل الاتفاق حطيت التعاون. التعاون سجلوها يا شباب. احنا بس نبغى نسجل على كل شيء. ابو حنين والله يمكن شوف على فكره اقول لك يمكن تلقى توقعاتنا كلها هذه ما لها علاقه في نهايه الجوله على الوضع الحالي. انا راح يسعدني لو الحزم قلب سواها احنا ندور يعني في البرامج نحب المفاجات. اعرف انه الفرق اللي زي كذا اكيد كل جماهيرها تعبانه بس احنا في البرامج مبسوطين يعني عندنا مواضيع وعندنا اثاره وجولات بالعكس اللي بيتابع بيتابع كل يعني كل مباراه مهمه حيكون يعني لو سواها الحزم وقعد صراحه لازم تاخذ هذه القصه وتحطها في نتفلكس. لا لا حتى تحطها فيلم كيف بقي الحزم. على فكره المتابع الرياضي عموما ايا كان ميوله يعني الجولات الجايه بيستمتع انت تستمتع بالاثاره يعني ما هو ما تقول والله المباراه دي تحصيل حاصل مع مباراه فنيا بتكون فقيره ونتائج ما لها علاقه. لا كل مباراه مهمه ودك تشوفها ودك تشوفها الفريق وش يعمل اللي مهدد بالهبوط اللي ايضا في صراع على الصداره. لكن نتكلم على الهبوط كلها بتقعد تتابع لك خمس تقريبا مباريات في كل جوله يعني بشغف. طبعا 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 ابو حنين باخذك انت دائما كذا جاي حبيبي بس انا عشان ما اخليك تتكلم واقول لك روح فاصل نقطع افكارك نروح الفاصل وارجع لك تعطيني رايك. فاصل قصير بعدها